حنية تونس جزء من المغرب العربي، يعني كحضارة كتاريخ كلغة ككل شيء. كما نشوفه تو اليوم الاتحاد الأوروبي لغات مختلفة ديانات مختلفة وكل شيء، نحب لما لا يكون حنية عندنا اتحاد مغاربي. نشاركوا فيه كل شيء، عملة واحدة، لغة واحدة، كل شيء. يعني حنية الحاجات تقربنا أكثر من حاجات البعض. والله ما لبينا تصير الحاجة دي، على خاطر هني أمة واحدة، شعب واحد. شنو فرق بين تونسي ولا ليبي ولا جزيري ولا مغرب؟ فما حتى فرق. يعني الأمن الداخلي نتاع البلاد نتاع تونس مثال دولتنا هو الأول، معناها كي تبدأ هني مهنيين على الحدود، خاطر ماك عارف تسمع تو برشا حاجات. أنا ديما فما حاجات يعني تخوف بصراحة. نتعاون على الاقتصاد، وحنا كنا يعني دول عربية مع بعضنا كل كي إن شاء الله، والأمور الأمنية إن شاء الله مع الوقت تون نشوفوا لها حل وتتحسن بطبيعتها إن شاء الله. تبقى الحدود الأمنية مأمنة، لكن ينجم يتعدى عادي مادام مواطن عربي، معناها يتعدى عادي. علاش الباسبور والفيزا ومشاكل وتزيد المشاكل؟ علاش؟ بالعكس صورها حاجة باهية، مش حاجة خايفة. طبعا ماذا بينا الوحدة وماذا بينا الزيارات الأهل والأقارب، وطبعا يتوسع المغرب العربي ويكون علاقاتنا أمتن وأحسن وخير.